كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اليوم غنهضروا على هذا الشيء اللي كيوقع في المستشفى الحسني، ورا سابقا هضرت على هذا الشيء، ونزيد نهضر عاود ثاني ونهضر عاود ثاني حتى يسمعوا لي الاذان الصغير. قتلونا، نعم سيدي، قتلونا سيدنا، قتلونا والدينا، قتلوا لي اختي، عاودوا رجلها، وكنلتمس من جلاله الملك باش يشوف لنا في هذه القضيه. راه عندنا واحد الخلل هنا في الناظور كبير، راه المستشفى ما يعرفوها غير حنا، غير ولاد الحمومه، غير اللي لاصقين مع السبيطار. راه عندنا تما الاجرام، والله لا الاجرام سيدنا، راه ما كاين لا رعايه، راه عادات الشمكاره كانوا في الجرداره داهم تما يخدموا. بنادم كان في الميناج دابا ولا حتى هو كيدير اللي بالي، والناس في الميناج كيديروا اللي بالي. يا عباد الله، الله يرحم الوالدين وما تشوف لنا المسؤولين، المسؤولين ضربات، ما المسؤولين اللي عندنا هنا، راه ما كاين مسؤول، راه كيف ما كاينش الاذان الصاغيه. حنا دابا، انا دابا من هذا المنبر كناشد سيدنا باش يوقف على الحقيقه ديال هذا الشيء اللي وقع في السبيطار. راه سيدنا راه ما بغيناش ندخلوا للسبيطار باش يجبدوا المشاكل، حيت المرضى تما ما بغيناش نزيدوا نعانيوهم عاود ثاني. راه التهميش في هذا الناظور، التهميش يا سيدنا، التهميش، راه مجزره، راه عطاو لنا التحاليل في نهار الحد سيدنا، والتحاليل كاع مبلعين، منين غنجيبوا هاد التحاليل؟ راه عندنا هنا الشفاره، راه عندنا هنا غير اللي ما قاريش شد المناصب سيدنا، والله الا غير اللي ما قاريش شد المناصب. الله يرحم الوالدين وما تشوف لنا في هذه الحاله. تسردنا شي لجنه، شي لجنه المراقبه باش تتبع هذا الشيء اللي كنقول لك سيدنا. راه هاد الناس اللي عندنا في الناظور راه والو، راه راهيين غير مع ولادهم ويسردوا ولادهم للخارج، ما كيهمهمش شي واحد مريض سيدنا، ما كيهمهمش شي واحد مريض كيتالم. حنا كنمشيو عند السبيطار كنغوتو عليهم، كيوفروا لنا اي حاجه، ولكن سيدنا راه كنشوف اللي كيجيو بعادين، ما عندهمش الماده، وكنصيفطوهم كيبكيو، ووالديهم كيسردوهم من المقابر. واش غنقول لك سيدنا، راه واحد الصدمه. تصور انت سيدنا، المراه ماتت تبع نهار بالفساد، تبع راجلها، بنتها مسكينه جايه من الخارج كتعاني باش تشوف امها، تعزقوا جوج عزاوات. مشيت لعام سيدي في نهار الاثنين، مشيت عند الجهه المعنيه عند الهلال الاحمر باش يهزونا اختنا، حنا ما عندناش يهزونا المقبره، قال لك راه ما كاينش الشيفور. حنا طلعنا للمقابر وحنا جبرنا التافيت ديالو تما ديال الهلال الاحمر، كيعطيها لمن ما بغى، كيدير لمن ما بغى، ما قاري، ما عمره مشى للمدرسه، رئيس ديال الهلال الاحمر. عندهم فساد هنا في بوبلاو، الهلال الاحمر فساد، كلشي فساد، كيحسب على راسو شي حاجه، عنده المعرفه في المحاكم. شحال من واحد خلاه يتيم، شحال من واحد كنت في الحبس انا، عطاو له الفلوس باش يرانجيو لهم القضيه، دالهم رزقهم بالشهاده ديال الناس سيدنا. نهار اللي درنا واحد المبادره هنا سيدنا، ها هي درنا المبادره ديال الكورونا، كيقول لك ولاد بوبلا ولاد الحي المدني هامشيين، ما قارين، ما دايرين والو. حنا ولاد بوبلا مخير فيهم قاري سيدنا، راه حتى جمال بن عمار راه في المجلس ديال الامن ديال الامريكان، جمال بن عمار ولد بوبلاو، الاساتذه عندنا هنا شفيق، عبد الاله، فلان، هما كيردونا اميين، ديما حاقريننا في هاد بوبلاو، ديما حاقريننا في هاد بوبلاو. وهاد الهلال الاحمر كيصيفط لنا البنات، كيديروا علينا هنا واحد الدوره هنا، كيبقى يبان علينا بالله هو اللي دار هاد الشيء، وهو كله فساد. والله سيدنا ما قرا، والله ما قرا، هتقول له أركان الإسلام كم هي، والله ما يعرفها. هادشي ظلم اللي عندنا هنا في هاد الناظور هذا، راه ما كاين لا الهلال الأحمر، ما كاين لا تنمية، ما كيخرج، ما كيدير لنا شي حاجة هنا ديال سميتو ديال التنمية الاجتماعية، عاطينها نعم سيدي غير الفساد والشرابات واللعب في بنات الناس. راه هاد الناظور واش غنقول لك، راه اللي ما حداش بنتو راه مشات، المجلس البلدي حدث ولا حرج عليك، راه كله فساد. تصور انت نعم سيدي، مجلس البلدي جاو الجمعيه غير البارح، دراري صغار وانت صوبوا لهم الجرده، ومازال راه كيديروا التنميه باش يوعوا عباد الله. وانني مجلس البلدي واش غنقول لك، فاسد مجلس البلدي، كاينين فيه الناس اللي بغاو يخدموا، ولكن الدئاب الجائعه ما كيخليوهم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.